ميرسي ريان، ربي يخليك يا حبيبتي. انا حطيت لا بوزيسيون هكا التليفون باش تقدروا زعما تشوفوا، ما نعرف راكم تشوفوا في هكا مليح ولا اذا راكم تشوفوا في لي راح تشوفوا المقادير مليح تقول لي هكا يعني يبانوا. انا هكا من بعد نشرح لكم كيفاه طريقه التحضير، اذا يبان لكم مليح قولوا لي، واذا ما يبانش قولوا لي نبدل. امين ان شاء الله. مادلين البنات نحب يطلع شوي لي زامي باش نبدا باش كامل يعني تشوفوا تبعوا الطريقه نتاعي. درك انا راح نبدا بسم الله على بركة الله. هذا جاتو تاع لي جاتو كوم سا دي بالشوكولا لي براسلي او شوكولا. راح نبدا المقادير كما راكم تشوفوا فيهم 250 غرام زبدة، 250 غرام لابيل كما راكم تشوفوا انا استعملت لابيل، 250 غرام لابيل فيها زوج بيضات. احنا نستعملوا بيضه وصفار برك ما نستعملوهمش في زوج، نستعملوا بيضه وصفار. فيها ربع ملعقه زيت، انا نكير بالمغرف، فيها ربع مغرف زيت. فيها الكاكاو كما راكم تشوفوا البنات، كما راكم تشوفوا الكاكاو كاين على ثلاث، كاين ثلاثه كولور، شوفوا كاين نوار وكاين مارون فرونسي ومارون كلير، كاين نوار مارون فرونسي مارون كلير. ندير كميه كميه كميه، واللي ما عندهاش دير برك مش نحط مع هذو كله. نستعمل عندي الفاني. ميرسي البنات، انا قريت لي كومونتير تاعكم، هي قلتوا لي دانو هاي كاينه الشوكولا ماكسون اللي راح نستعمل منها ثلاث ملاعق في لافارس الداخل. عندنا في التزيين زين، عندنا كاكاو، عندنا الشوكولا كما راكم تشوفوا فيجيتال، انا كنت ديجا حطيتها دوك باش ما تستغرق لي الوقت كبير بزاف. عندنا لي فلور هادو، هو حسب الحاجه كل واحد واش يحب ديكوري. عندنا لا فايدور، انا كنت شريت قبيله باكي وعندي كميه ندير بها، لا ما كفاتش ندير بالاخرى دي بقات. لي كيسات لا دونتيل، هذا مكان الفارينة نستعملو 500 غرام، قلنا 250 غرام لابيل، عندنا زوج بيضات، عندنا نديرو زوج ملاعق كاكاو، أربع ملاعق زيت، عندنا 500 غرام فارينة، عندنا لافاني كما راكم تشوفو. البنات انا راح نبدا في الوصفه، واذا عجبتكم هذيكم الا الضغط على ابوني جنب لي فيديو على قناتي مطبخ مريم. انا كنت باغي نحط لكم الرابط تاع مطبخ مريم، اللي عجباتو اللي مشبوع حوايجي ولا خدمتي دير ابوني جنب لي فيديو. البنات راح نبدا معاكم، عندنا 250 غرام دابيل كما شفتوا، تبعوني مليح، هو ما فيش مقادير بزاف ويجي بنين بزاف خلاص. عندنا 250 غرام، تكون بحرارة المطبخ ما تكونش بزاف. درت 250 غرام لابيل، انا كنت نسيت حاجة ما جبتهاش، سكر غلاس. دقيقة نجيبها ونجيب
ندير نص لا بواط تاع سكر غلاس. كنت درت وحده زبده ندير نصها تاع سكر غلاس. نكيلو بالعلبه مزيان باش يعني تعرفوا لي ميزور كبير. قلنا 250 غرام زبده، نص تاعها سكر غلاس، انا نخلط المقادير هادو، نخلط الزبده مع درت 250 غرام زبدة مع نص بواط كيما هكا سكر كلاصي. دوكا نروح لغدا، ندير عندنا كاملة وندير صفار. ندير بيضة زائد صفار، نكمل نخلطوه مع بعضهم. البنات راني مانيش نقرا في لي كومونتير، يعني بعاد عليا بزاف. كنت درت لا بوزيسيون هادي امان، راكي تشوفي مليح نديري بوتي لي بدلي لا بوزيسيون لي درت هكا. الفاني كنت درت مغرف صغيرة، دوكا نزيد ندير الكاكاو. الكاكاو كيما قلتلكم زوز مغارف كبار. انا ما نقدرش نهز بلاصه، راني نهز صغيره. زوز مغارف كاكا، نزيدو تمزجوهم مليح. البنات اللي فاتهم ما شافوش، قلنا 250 غرام زبدة بطة، 250 غرام ديري نصها سكر كلاصي تخلطيهم مع بعضهم، ومن بعد ديري بيضة زائد صفار، زيدي تكملي الخلط مع بعضهم، ومن بعد ديري زوج مناق كبار تاع كاكاو نوار ولا بني واش عندك مش لازم، وديري مغرف صغيرة تاع فاني وتكملي يعني تكملي تخلطي يذوب الكاكاو مليح مع الزبدة. بعد ما نحنا الكاكاو نديرو ربع درت لب ربع ملعقة كبار زيت، السر تاع الزيت في هاد الوصفة أنو نخليه يذوب في الفم، يجي بنين ويجي يذوب ميجيش كريمة دي كي تكملو تخلط كي شغل على الكريمة. بعد نديرو ثلاث ملاعق تاع شوكولا ماكسون، وحدة زوز ثلاثة ملاعق شوكولا كيما تشوفو.
نكمل الوصفه. لي قلت كيف ندير الشيكولا ونحطو طيب نورمالي طيب عادي جدا بالعكس يجي بنين بزاف خلاص. انا بعد ما درت الشيكولا درك نبدا نحط الفرينه تدريجيا. قلنا 500 غرام فرينه نص باكي، انا كنفضل نص باكي درتو. نعاود لكم المقادير 500 غرام. كما قلت لكم انا راح 500 غرام. نتوما اللي ما عندهاش الميزان كيف تكيل، هو كيلو ديروا النص نتاع الكيلو، ديروا نص نص الباكي تاع الفرينه. البنات لي كومونتا بعاد هي ما نمش نشوف ربي يبارك يعطيك سوسو يبارك فيك اختي ربي يخليك. ريان حمر مرسي البنات ربي يعيشكم. نكمل نجملهم مليح هكا كيما راكم تشوفو تجيكم طرية عجينة متجيش يابسة، غير كي ديرو لها كتحكم يعني صايي تجي هكا طرية متجيشكمش يابسة بزاف. أنا نحطهم هنايا لازم كيلو، الكيلو لازم ندير 30 غرام. انا عندي الميزان اللي خلي لي ما عندهاش الميزان دير حسب عينها. انا ديما نستعمل الميزان، اذا ما عندكش الميزان اختي كي ديري الكاطو صوري الفيديو حطينا في اليوتيوب هكا نستفادو حنا ونزيد تكبر قناتك ان شاء الله البنات. ونقدر اكزومبل هاد لا فيديو نقدر نعاود نحطها على اليوتيوب. بارطاجي والبنات اللي حابات بارطاجي تبارطاجي على روحها. ما فيهاش الخميره اي اللايف يتقطع اي لا كونيكسيون. لا كونيكسيون البنات
جيجي ربي يخليك مرسي مريم لا كونيكسيون عيان اي لا كونيكسيون ماهيش مليحه مرسي البنات ربي يخليكم البنات اللي حابه تبارطاجي اللايف تبارطاجي بصح بارطاجي في جروب تاع بنات برك تعيشوا انا لو طون هذا اللي راني نحمر كنت ديجا نشغل في الكوشة تسخن وراهو البنات اللي يستنى في لاغاسات بزاف اللي باغي يستنى في لاغاسات البنات راني كملت السالمول تاعي عمرته كما راكم تشوفوا درك نجيب بلاطو نجيب بلاطو كما حكيت عليكم شوف نحط فيه هاد المول تاع السيليكون تاعي في الكوشه يطيب نسخن الكوشه ونحطو هذا لافاست اللي بقات نغطيها بساشي كل الخطره كل وين كل وينيطات ديال المول نكمل بشوية حتى نعمرها هذه لا كونتيتي يدي لكم واحد 100 حبة 100 ولا 7 واحد 7 مش 100 واحد 80 حبة هكا بعد كي طيبنا نكمل الديكوراسيون تاعو ايه لا كونيكسيون ما تقولوليش ما شفتوش مليح انا كي طيب الكاطو درك نعاود نحط لكم في اليوتيوب نحط لكم لا غوسات نتاع الكاطو الكاوكاو اللي نغلاسيو به كيما شفتوا ما يكونش رطب بزاف ها نديرو شويه حرش كيما شفتوا هكا والشيكولا انا كنت ذوبتها
هذه الشكل. انا كنت قبيله يعني ركاي برد شويه نعاود نذوبها باش تذوب مليح ونخلط فيها الكاوكاو. كي نشوف هذا بتملي خلاص نخلط فيها الكاوكاو منذوب ونديرها هكذا. صبرين اخي فاخي شفتي الاخ لا غسالة تقدر ولا ما بانتلكش. درك احنا نشوفو هيا بجاه هذه الشيكولا رجيكا. وانا كنت شريت بوط انا درت غير 3 مرفوط اللي تزوج تذوبي بفرق وتخلطيها الكاوكاو ومن بعد تخدمي بيها. وكان لوح الكاوكاو كيما هكا لو غير شويه برك. تعاودي تحطيها حتى على فيها على حمام مائي كيما راكم تشوفوا. جيبوا طابة ديروا فيها الماء وتحطوها تحطوا الشيكولا ذوب. وي شفتها بيان هيا بيان صبرينا عاودينا على غسالة. البنات اللي حابين نعاود لكم على غسالة قلت لكم 250 غرام عبير. قلت لكم 250 غرام زبدة. البنات اللي حابين نعاود لهم لغسات 250 غرام زبدة ديروا نصها سكر غلاس. استعملوا زوز بيضات كما كنت درت انا بيضة كاملة وصفار بيضة. ديروا عظمة وصفار واحد. ديروا شوية فاني ربع ملاعق تاع الزيت ربع ملاعق زيت وديروا 3 مغارف شوكولا ماكسون ليكيد هذيك و 500 غرام فارينة يعني نص باكي هذا ما فيها والغلاصاج شوكولا ونديروا لها الكاوكاو فراغ. انا نحطها على حمام مائي الشيكولا دوبلي فلوطوني الجاتو هذا كي يكون يطيب. نجيب لو سياج هذا باش نغلاصي فيه فوقو. نجيبو بلاطو نحل عليه الساشي. يا حبيبتي ربي يعينك وربي يعطيك ما تتمناي. امين ان شاء الله. ميرسي بوكو حبيبتي. نحطو الساشي هكا بالشيكولا اللي سهلتي حنايا نقدرو نعاودو نخدمو بيها.
ربي يحفظك بلمزي يا حبيبتي، يعطيك الصحة. أول مرة نشوف وحدة تمد لي غيثات من قلبها، ربي يجعلها في ميزان حسناتك. بلا مزية البنات ما فيها والو، حتى انا تعلمت، حتى انا ما زدتش نعرف، حتى انا تعلمت وسعيت وتعبت بزاف باش تعلم، باش تما باش تعلمت وعدت نخدم، تعبت بزاف خلاص. واول ما قريت الحلويات ودرت ديبلومي عند الشاف لطفي حمر كثر خيره، كان استاذي وخويا وكل هو اللي علمني، يعني اول حاجه بديت عنده هو، والدبلوم تاعي ديته من عنده، ربي يحفظه ان شاء الله وما نسالوش الخير تاعه. وقف معايا بزاف في بزاف حاجات، العرس تاعي هو اللي قام لي. العرس هو اللي داره لي اصلا. شيكولا كما راكم تشوفوا، يبان لي تشوفوا ولا ما تشوفوش، ما نعرف اذا ما راكمش تشوفوا قولي لي، انا مش نعرف علاش نفرت نهاية. هذه الشيكولا كنتو تقدروا ديروا فيها 6 معلقات كاكاو هكا ملحي، ديروا 6 مغارف برك، ذوبوها وديروا 6 مغارف كاكاو. نقدر نبارطاجي في الجروب ايمان، بارطاجي هي نورمال، او الجروب نتاعي بعد هو تاع لما تاع بنات خنشلة تاع نور الهدى وريتاج بالريشه، والجروب تاعي هذاك بغيتو تبارطاجيو بارطاجيو فيه، انا نحط في الفيسبوك تاعي نتوما بارطاجيو في الجروب، وديروا لي ابوني لاباج تاعي تاع اليوتيوب مطبخ مريم. ايه الشاف لطفي نعم الناس، ربي يعطيه ان شاء الله، هو استاذي ويعني اخي مش استاذ، يعطيك الصحة بالتوفيق مزيد من النجاحات. مرسي امان، ربي يخليك شي مية. انا الكاطو تاعي راهو يسرد، ما بقالوش بزاف الخير، ونجبد نعت لكم الكلاصاج. لا لا قصدي لي جروب اخرين، هي بارطاجي نورمال، ما تبارطاجيش في جروب تاع رجال برك، بارطاجي وين تحبي نورمال. امين ان شاء الله جيجي، ربي يخليك. مرسي، صح صح نتعب بزاف بصح الحمد لله الحق تعلمت، ما نتعرف بس الحمد لله. بارطاجيو البنات لا فيديو، بارطاجيو نورمال. الشيكولا كي نشوفوها نشوفو الماء اللي تحت برد، نعاودو نحطوه يسخن برك باش تطلق يا الذوب. ديكوراسيون انا عندي الورد هذا، الورد هذا ناتشورال وشيحتو، كنت انا جبتو شيحتو هذا الورد هذا، يعني مش مشري شيحتو، تسمى مخدوم خدمتو بيدي، نحيته من تما نحاتو لي اختي من الشجرة وشيحتو انا هنا في الدار. لا فايدور هذه ديكوريو بيها،
انا يعني شريت قبيله يعني شريت وحده بس عندي الكميه هذه نكمل بها. هذا مقص ولا اللي عندها القات تهز تخدم به تهز به. اختي تعيشي ما عندكش لغسات نتاعو نتاع لي كروكات تاع الروز اللي يديرهم في لوردر برسي لي كروكات هذوك تاع لي كروكات وفيهم كاين الروز والفرماج فيهم روز وفيهم الفرماج وديري لهم ثوم وفلفل الكحل داويهم فلفل الكحل والثوم والفرماج وتعجني الروز هذاك مليح خلاص وشويه ملح تعجنيه مليح مليح خلاص ومن بعد ديريهم دي بول وتجيبي العظام تحطي في العظام وفي وش يقولوا له الشوفان بوتك الروز ومعاهم الفرماج الروز وفرماج وديري الثوم وفلفل الكحل ثوم مرحيه وفلفل الكحل تعجنيه مليح خلاص حتى يولي عجينه ديريه ديبول وترمي تحطيه في العظام وتديريه في الشوفان هذاك ومن بعد تقليهم هم هذو هما هكا ما هكا يخدمهم في العراس تراها انا بعد راني نخدم هكا عيط لي نخدم معاه. مرسي يا جيجي ربي يخليك. انا نشوف الكاطو تاع لي كونتا كل سنه نطلع عليه لا يتحرق لي. نزيد له 5 دقائق برك ونحيها وما بقى يعني قريب يطيب ما بقالوش. البنات بارطاجيو في لي جروب باش كان نحط لكم الرابط نحط لكم الرابط نتاع تاع لاباج نتاعي. يعني نحط لكم انا هنا يا الراب نتاع البنات. انا حطيت لكم الرابط لتحت نتاع لاباج نتاعي في اليوتيوب. استنيت اللايف وجيت رتار خساره ما شفتش لا غسات اللي حطيتيها في لاشان تاعك باغادي فلور. اي او سهل ما فيش حوايج بزاف سهامه ما كانش فيه حوايج بزاف. شوفي 250 غرام زبده وديري نصها تاع سكر كلاصي تخلطيهم مع بعضهم ومن بعد تجيبي زوز عظام ديري بيضه كامله ومن بعد وديري صفار تزيدي تخلطيهم مليح ومن بعد ديري زوز مغارف كاكاو تزيدي تخلطيهم مليح خلاص وديري ربع ملاعق زيت تزيدي تخلطي مليح مع بعضهم وديري ثلاث مغارف تاع شوكولا ماكسون ليكيد تزيدي تكملي تخلطي وديري 500 غرام فرينة وتلميه هذا مكان وديريه في ليمون يعني جبته من الفور ها هو كي كان كنا نجيب نعطيكم كفاحته طيبوه لمدة 15 دقيقة هابطة يجي بون بيك يطيب يتنفخ شوية كما راكم تشوفوا. يعطيك الصحة حبيبتي ربي يعينك ويعطيك على حساب قلبك. شوفي اختي ربي يحفظك قلتي لي الروز والفرماج والثوم فلفل الكحل نعجنهم مليح ونزيد لهم البيض البنات هاو كيفاه يجي
خليك لي غير شويه نقص. هاو كيفاه كي طاب كيفاه طاب. هاي كيفاه تجي الحبه تتنفخ شويه يعني ما تجيش كيما الاول كيما درك. كيما هكا درك انا انجلاسي نحط الحبه نتاعي هنايا. انا نقدم لكم باش تشوفوا كيفاه يجي. ها كيفاه يجي هاو كيفاه جا يجي هايل. انجلاسي كيما هكا. هذا وصف اليوم، نتمنى كانت اعجابكم. زدت لها امالها. هاي كيفاه جات. جا هايل يعني ربي يبارك. لما انا كنت هزيت على غسات وكتبتوها عندكم. ديكوراسيون كل واحد واش كيفاش يحب يعني يديكوري، مش لازم.
يعطيك الصحة ربعا. مرسي عليك. راني طلبت منك رفيس الرنة، ان شاء الله رفيس الرنة دوك نديرو بربي ان شاء الله. نحق تاعش في هذا القاطو دوك نعاود لكم لاغاسات بها ديكوراسيون. دوك نعاود لكم لاغاسات اللي ما لحقوش عليها. انا كنت كملته، نعطيكم كيف جا في الاخير. كنخلي الشوكولا تشيح مليح ونديكوري. كيفاه جاي يعني البنات؟ تخليوه يشيح بركة وتحطوه في ديروا له الكيسات. لي عندها عرس ولا يعني تحب دير هذا يجي زاكي، يعني خير من نوع اخرين يجيكم زاكي على الكيف. هذا البنات نتمنى يكون عجبكم، واللي فاتتها لغاسات انا راح نعاودها لكم ما تخموش. دوك نعاود نكتبها ونحطها مع القاطو. مازال ما شاحش مليح، لازم يشاح. هيا البنات مدوا لي رايكم، شو رايكم فيه؟ Thank you.
كان غير يشيح شويه نحطو ندير له لي كيسات هو مازال ما شحش مليح سير سعادتي على عيتي تتفرجي واش باه من عندي ولا من عندك البنات شكون اللي فاتت على الوصفة بغا نعاود لها حياة بوصلة جايها باللي ده كيما اللي درتو يعيشك ربي يخليك جايه بلي يعطيك الصحة كلاغ دو لون ميرسي بوكو حبيبتي نادر حان جايه بلي يعطيك الصحة ميرسي ربي يعيش مال ربي يخليك ميرسي بوكو البنات مازال يشحني وجبت انا كنت جبت لي كيسات هذا جبت لا دونتيل في الغوج يجي ربي يبارك يعني فاهم انا كنا نسيلكم غير واحد برك ممكن نديرها في لاكيسات كيفاه تجي ربي خليك مرسي شوف فيها 250 غرام زبدة 250 غرام زبدة اللي حبيت تكتبي تهزوها وانا كنت حاطه على غوسات 250 غرام زبدة فيه نص لابوط تاع 250 غرام زبدة كي تفرغيها ديري نص سكر كلاصي وتزيدي ربع ملعقة زيت تخلطيهم مع بعضهم وديري ربع ثلاث مغارف شيكولا ماكسيكيت ديروا زرع بطاطا وبيضه كمية
وخمسمية غرام فرينة. شو نديرو لها الشيكولا؟ نديرو لها الكاكاو كيما هذا كيما راكم تشوفوا، ما يكونش تسمى ما يكونش رطب بزاف، يكون شوية حرش كيما هكا كيما هكا. والشيكولا، الشيكولا انا كنت استعملت هذه ذوبتها كيما راكم تشوف، شوفوا كيف هذه الشيكولا تاع تخلط ديري في وسطها الكاوكاو. وتغلفي الكعبات تاعك يجيو هكذا. ها مريم قولي لي هيا اذا عجبكم ديروه وحطوا لي لي فوتو اي جاتو من نشجع بعض. هني حطيت لنا مريم قولي لهم هيا اذا عجبكم ديروه وحطوا لي لي فوتو. هي ماذا بيا تجربوه، نحب نشوف لي تجرب ماذا بيكم تجربوه ونحب تشوفوا تبعثوا لي كيفاه جاكم. وغير نخدم الاغريمون تاعي نعود بربي ان شاء الله اللي تعود تتبعني وتهز الوصفات وتجرب وتبعث لي بربي ان شاء الله نعطيها شهاده من عندي ان شاء الله. البنات انا نقول لكم درك بونوي، درك نعاود نحط، درك نحطوه الزونتو مع العرسات. سلامه.